كاشي يا قريت كذا اي حاجه يا قريها انت اسمع قول معي قول معي قول معي قسطنطينيه هذه عجزتنا يا الله يلا عرفتنا عجزتناها قسطنطينيه شفتناها قسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه اسمعني قول كيكه كاكا كيكه كاكا 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 هذه كاكا كيكا قم العقل يلعب مع شو هو كاكا شو اسمه؟ قل سبون شو؟ سبون يلعب مع من؟ سبون سبون صح طيب سبون ملعقه ولا فاين؟ فاين تيشو تيشو قل امبريلا 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 اذا جاب الامبريلا وش معناها الهليب؟ امبريلا قل امبريلا حبيبي الناس كلهم دراني غششك امبريلا امبريلا هذا المظلة اللي تقيك من المطر والله من الشمس ومن المطر طلبت امبريلا امبريلا ها كمل طيب اتبيتني قول ابل لا قول ابل ها ابل 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 لا ابل 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 هاي في الصحراء اللي تسمى الوضح ما هي بلا البيع اللي يكدس خاطري لا تسومه دور وتلقى البيع عند الطمامي اللي تقضي كل يوم ويوم اللي تسومه الوضح ما هي من البيع اللي يوسع خاطري لا تسومه دور وتلقى البيع عند الطمامي حبيبي في واحد هنا يغني أمامك إنسان حقك رقم مايكي 28 حقك فاستح على 23 حقك فاستح على وجهك حقك يلي ما انتبهنا حقك لا تغلط علي ولا اغلط عليك يا ابراهيم عواد خلاص وين فتح خلاص خلاص كفايه من تقاطع الاصوات كفايه من تقاطع الاصوات يكفيني اللي جا من سبايبكم سلطان كفاني عذاب الله يجازي يا ولد دقيقة 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 جرحت الضمير ولا مو كذا لحنا كذا لا لا كذا لا 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 انزل 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 يجازي كذا يعني جرحت الضمير الله يا العرب كفاني عذاب الله يجازي كذا فعلك قل كذا كفاني ايوه ممتاز الله يجازيك بافعالك ممتاز يا رحت الضمير خلاص لولالي خلاص خلاص يا صدق وش امنيتي اليوم جيبوا خير ايه اسمع طلع لي سلطان خلنا ناخذ الدوت والله صدق انت تطلع على طول جواب جواب وشو خلنا نسال شو الجواب الجواب ترفع صوتك القرار خلاص خلاص طيب خلاص والله نص انا طالب شوف البس بدله وبجي دقيقه بس دقيقه بما ان الجلسه هاديه ورايقه استريح ابى البس بدله دقيقه لا تو باقي والله باقي تو بس عشان انا ما انام لو رحت انام طيب قل معي كفاني عذاب الله يجازيك بافعالك كفاني عذاب الله يجازيك بافعالك ذبحت الضمير ولا طار لك تجافيني جرحت الضمير ولا طار لك تداويني تمام عيدها كفاني عذاب كفاني عذاب الله يجازيك بافعالك خلي القرار يجعلك جرحت الضمير ولا لجرحك خلاص خلاص بدل الكوتش اه كوتش خلاص من حبكم أنا يا زين عزلنا ما عاد لي في هواكم شفه ورادا واللي شبكنا معك يا حلو خلصنا يكفيني اللي حصل ما استحمل زيادة آه ويلا آه ويلا آه ويلا كمل من هو؟ أنت حفظه؟ صدق والله؟ حبيبي مواليد 2000 ما حفظت سلامتك وين هالغيبة
باعوك والحين متندم. وجهته واضح مفقع نور. منو؟ مسجيتن. جيت سبع ونص او ثمان. لا مو سبع، لا مو سبع، انا طالع. ما ادري والله. تسع وجي 10، يمكن جيت 10 بعد. ايه؟ لا. قبل، جيت قبل تسع. يقولون شغلت لي شيله لي بكى. طيب في احد قال لك ان صوتك حلو؟ ايه كثير اقسم، كثير قالوا انا من اول المؤيدين. رب العزه ان صوتك يفوق الجمع. كلنا ندري صراحه، لو ما علمتنا ما كنا. اغني لكم والله يا سالم، اغني لكم خلاص. اسمع ايه اللي بكى حلم ولا ليل تنغبره نسو حق فبراير. يا رحاب ولا صدور تكفى، انا طالب في طلبة سعر. بما ان ما في احد تكفى، لا رحاب ولا صدور. قلها الابيات. انا اغني على لحن، اني انا غبنت من لحن. هم كسروا. ما علي ما علي، انا من هذا المنبر والله لا اتكلم. تراهم كسروا ابياتي ولعبوا فيها وعسفوها. انت والله مي بالابيات هذه اللي انا كاتبها. انت يا كسروها اقسم بالله سالم، هذه المشكله. جاء نص عظيم في ايدي ناس ما تفهم. انت صدرك اكبر من القريه. لا بنقوله تالي صار مثل الابره. لا بنقوله بالتالي صدره كبر. لا 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 لا. يقول ايش بديتها يا رفيقي تصبر. لا لا يا رفيقي قال عمر وال. لا بجيبها. يلا يا رفيق قال عمر وال عمر رحلة عبور. أنا أشوفك على طول المسافة عمر. الله وحشة الدار من بعدك وضيق الصدور. لا ما بعدها كلام ولا بعدها صبر. وحشة الدار من بعدك. لا وحشة الدار من بعدك. لا لا لا. ايه أظلم أظلم الكون كله. هي الله لا رحابة ونور بين خيبات ظروف وبين طعنات ظهر. تدري متى كتبت هذه؟ أظلم الكون كله لا رحابه ونور بين خيبات ظروف. أظلم الكون كله لا رحابه ونور بين خيبات ظروف وبين طعنات ظهر. يا رفيقي تصبر. يا رفيقي قال عمر وال عمر رحلة عبور. أنا أشوفك على طول المسافة عمر. والله هي كلمات. أنت متى كاتبها؟ أول أسبوع جيني هنا أو ثاني أسبوع صح؟ إيه لا ثاني أسبوع. ثاني أسبوع. ثاني أسبوع يوم من. بس والله أول الكلمة. أول ما طلعوا العيال. يا أخي شفت. بس اللحن. اللي أداها من. ما أدري والله بس إن اللحن كويس لأنهم كسروا بيت وشالوا حرف من بيت كلمة كاملة من بيت. أددوني بذيب في الجبال والذيب. أنا والله صوتي تعبان. شوف على حظي يوم من لبست أقسم بالله سالم إني من أمس ما نمت. شيك؟ إيه طلعتم؟ لا الحين رجعت خلصت شغل. أنت رحت خلصت جيت؟ إيه عشان قناة. إيه والله. لا 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 أنت يا